العنوان مالتنا يقول: العراق أصبح مضرب أمثال للفساد والفوضى. شوف، يوم ينذبح واحد بنص الشارع وقدام الشرطة وعادي، يوم يتكاتلون ويموتون كتل شرطي، يوم شرطة مرور، يوم المهم وصلنا إلى مرحلة عادي ينزلون عليك 10، 11، 12، 8 ويسوون بيك هذا. تفضل تفضل باوع. هاي المجاديف تخاطر صح في اللقاء. باوع باوع باع التواتي الزينة. باوع التواتي الزينة. باوع هاي ليش؟ هاي بالشارع وقدام العالم. هاي المجاديف تخاطر صح في اللقاء. لا خوف لا أبد، توافي نازلين علي دق. هاي ما تصير والله العظيم، بس ببلد مليان فوضى. ليش؟ لأنه الحاكم ملتهين والحكام ملتهين بالمناصب، ما ملتهين بالشعب، ولا يقدرون يلزمون هيك الشعب، مستحيل.